السلام عليكم يا شباب، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن اهم الاكتشافات الجيولوجيه لسنه 2020، بس يا ريت احب افكركم الاول بالدعم، لان احنا بنعاني من قله الدعم. عكس الاتجاه بضرب في مقتل وضع في قوه، 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 عكس الاتجاه بضرب في مقتل وضع في قوه. قطعه من قاره تحت كندا، حوالي 150 مليون سنه انقسمت القاره الى شظايا هائله مفقوده لحد دلوقتي، اكتشف مؤخرا جزء كبير منها تحت كندا. وصل العلماء للاكتشاف ده اثناء دراستهم لنوع الصخور البركانيه الحامله للماس يسمى كيمبرلايت، وتم جمعها من 400 كيلو متر تحت جزيره بافن في شمال كندا. تتطابق الكيمياء المعدنيه للكيمبرلايت الموجوده في القاره المفقوده من زمان، هيجعل موقع العينة أعمق نقطة تم العثور فيها على دليل القارة. الاكتشاف اللي معانا بعد كده غابة مطيرة قديمة تحت جليد القطب الجنوبي، ممكن تكون أنتاركتيكا آخر مكان تتوقع إن أنت تلاقي فيه بقايا غابة قديمة، ده اللي قدر يوصل له العلماء. اكتشفت بقايا الغابة في قلب غواصب اللي حفرت في قاع البحر بالقرب باين آيسلاند، أخذت طبقة من الغواصب داخل اللب اختلف لونها بوضوح عام حولها. عند الفحص الدقيق وجد العلماء الجراثيم وقطع النباتات المزهرة وشبكة من الجذور داخل الطبقة. يعود تاريخ العينة لـ90 مليون سنة، منتصف العصر الطباشيري لما كان المناخ في الوقت ده أكثر اعتدالا في القطب الجنوبي. خلصت حلقة دلوقتي، انتظروا الجزء التاني. الأحمر هو دمي والأسود هو همي والأبيض هو مزج اختلاف ألوان آرائنا يا أمي. الأحمر هو دمي والأسود هو همي، نسمع على بك يعني ماتشك على عدوك مش على ابنك.